الشيخ هذه القضيه اللي وقعت لي الحال دري من تسعود الصباح ومشى عند المدير ديال الترين ديال لاكار مشى عنده مع الجوج ولقاه باقي تتركل وقاه تيزيدو تيبغي ينوض نهار كامل هو دار كيما هكاك وما تمشيو ويجيو عليه تشوفوا السيد بالك تتركل وباغي ينوض إذن باقي في شويه ديال الامان حتى الخمسة ونص وعاد سخنا الخبار جابنا واحد السيد هو اللي جاب لنا الخبار وبلي مشات اختو باقي حات وشد في دختو وما غادي بيت المستشفى ديال ميريزكو يقول ميريزكو قاو سكرير خاسر عاوتاني بقاو يتسناو عاد صابوا لي سكرير من بعد سيدي ابو سكرير دوزو سكرير هبطوا الانعاش ومن بعد صيفطوا لي انا قال لي طلبوا منك تعطينا الكلاوي والقلب ديال الدري وانا باقي تشوف ولدي باقي تتركل باقي تتركل تو يعطيني القلب ديالي وانا ما كنتش هذيك الساعه تما كاين مجرمين ما كنتش تما كاين في الدار صيفطوا لي وكنت قدامه قال لي هذه ما عادش ندير ليه وكنت عاود ثاني حاضر مع الخمسة بلي مشات ختو وصحابو ما قالوش ليا وكل حاجة تما كاين هذاك الطبيب ولا هذاك ناظور بيا ولا بيه وتطلب من السلطة من يعطيني حقي يعطوني حقي يمنوا لي ولدي إذا كانت هي دولة الحق والقانون يكون حق وقانون حق وقانون معاقبة المجرمين لأن هذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. السلام عليكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم وما فيها بس إذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.